أنا انولدت وعشت كل حياتي في بلعين، القرية اللي واقعة بين التلال. القرية واقعة داخل الأراضي المحتلة من الضفة الغربية. هذول هم الخمس كاميرات تعاتي، كل كاميرا مرحلة في الحياة. في مرة إجي مهندس إسرائيلي يعمل كيسات عشان يبنوا جدار فاصل وسط أرضنا. هذا اليوم انكسرت كاميرا الأولى بقنبلة غاز. لما بصير إشي في القرية على طول بحس إني لازم أصور. شوفي شو بيصير فينا من ورا هذا التصوير، من ورا شغل الشغلات. شوفي حكيت انا يا ابو محمد، ما فيش هيك مأرض هنا جوا الجدار ولا لا ولا شيء. شو فيش هيك تقدر تسوي زي يا زلمه؟ هاي مكيف في بنا. انا بعرف انهم بجوز يدقوا على بابي في اي دقيقه، بس راح اضل اصور. هذا بيساعدني إني أواجه الحياة وأظل عايش.